إذن تشتد المعركة الجوية في أوكرانيا لتحقيق غطاء جوي للقوات البرية المتقدمة. استعرضت 67 بلدة ومدينة أوكرانية على أقل تقدير للقصف، فيما أعلنت القوات الروسية السيطرة على خيرسون. وفي اليوم الثامن عشر على هذا الغزو، العاصمة كييف كما مدينة إربين القريبة وماريوبول المدينة الساحلية الجنوبية المحاصرة تعرضت لقصف لا هوادة فيه، وسط إعادة ترتيب روسيا لقواتها على مشارف كييف لشن هجوم واسع النطاق، حيث تقول واشنطن إن القوات الغازية أصبحت الآن على بعد 14 كيلومترا فقط من العاصمة. وفي كييف وحدها الطرقات المؤدية إلى منطقة الجنوب لا تزال مفتوحة، وباتت العاصمة بحسب مصادر أوكرانية محاصرة بشكل متزايد بالجنود الروس الذين دمروا مطار فازيل كييف، إضافة إلى أن المعارك تشتد في إربين غرب كييف. وفي خاركوف يختلف الوضع كثيرا، حيث دوت صفارات الإنذار أكثر من مرة بسبب الهجمات الجوية الروسية هذه، وتواصل القوات الروسية محاولات تطويق القوات الأوكرانية، حيث يتبع الجيش الروسي سياسة التطويق أثناء تقدمه من مدينتي خاركوف شمالا إلى مدينة دنيبرو ذات الموقع الاستراتيجي في وسط أوكرانيا، التي تعرضت لهجمات جوية كجزء فيما يبدو من خطة روسية أوسع نطاقا لقطع الطريق بين القوات الأوكرانية والأراضي الواقعة شرق نهر الدانوب. أما تشيرنيهاف في الشمال الشرقي فقد أوقفت القوات الأوكرانية زحف وحدة دبابات روسية كانت تسعى للسيطرة على المنطقة من أجل تأمين الحدود. وفي الشمال الغربي حيث الفيف والحدود مع بولندا تعرضت منشآت يافريف العسكرية للقصف بأكثر من 30 صاروخا، حيث يزعم الجيش الروسي أن القاعدة تستخدم لنقل الإمدادات الغربية للجيش الأوكراني، وهي أبعد نقطة يقصفها الجيش الروسي من بدء الغزو وفق مصادر. أما شرقا فتقوم قوات دونيتسك بمحاصرة مدينة سيفرودونيتسك من الشرق والجنوب، فيما تحاصر قوات لوغانسك عددا من المناطق في ضواحي مدينة بوباسنيا الواقعة في دونباس، فيما أحكمت القوات الروسية السيطرة على بعض ضواحي ميكولايف. وفي الجنوب حيث أعلن الجيش الروسي إحكام قبضته على خيرسون، فيما يحاول الالتفاف على مدينة ميكولايف من جزيرة القرم يتحرك غربا نحو أوديسا لإحكام الحصار على المنطقة الجنوبية. إذن برزت مدينة الفيف الأوكرانية باعتبارها بوابة عبور الفرينة من الحرب نحو الأمان في بولندا. دعونا نتعرف على أبرز ملامحها في هذا العرض. الفيف أو الفيو أو الفوف، أسماء كثيرة يرددها الأوكرانيون والمقصد واحد، مدينة تقع شمال غربي البلاد. مساحة الفيف تقدر ب 22 ألف كيلومتر مربع، ما جعلها أكبر المدن غربية أوكرانيا وسادس أكبر مدينة في البلد. قبل الغزو الروسي سجلت السلطات قرابة 720 ألف نسمة يسكنون المدينة، 88% منهم ينحدرون عرقياً من أوكرانيا و 9% من روسيا، أما من تبقى فهم أقليات مختلفة. بحسب موقع جيوهيستري يعود تاريخ المدينة إلى عام 1256 حين أطلق الملك دانييلو اسم الفيف على المدينة نسبة لابنه الليف، وهو اسم يعني في الأوكرانية الأسد. اليوم تغطي أيقونة الأسد المدينة حرفياً. رمز الأسد لا يزال يهيمن على علم المدينة منذ سنوات طويلة، رغم تبنيها شعاراً عصرياً إيذاناً بانفتاحها على العالم. هذا الانفتاح لم يمنع المدينة من الانكفاء على إرثها الثقافي الذي يختزله مركز المدينة التاريخي الواقع تحت حماية اليونسكو، فضلاً عن لقب تحمله منذ عام 2009 العاصمة الثقافية لأوكرانيا.
للمزيد حول المعارك في أوكرانيا ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الدكتور سمير راغب، الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا سيد سمير. إذا محاولة تقدم القوات الروسية على محاور ثلاث كما نتابع هذه العمليات العسكرية، جنوبا شرقا وشمالا، برأيك ألا يشير ذلك إلى تكتيك السيطرة على النصف الأول من أوكرانيا بشكله العمودي؟ تحت حضرتك، هو في يعني في البداية وفي بداية تحليلنا في استوديو دائرة الشرق، يعني كنت بميل لفكرة إن الشرق يعني تركز في الشرق ولعدة اعتبارات. أولا الاتصال على الحدود، تاني حاجة عدد سكان، تقريبا نص سكان أوكرانيا، يعني الشرق والجنوب 21 مليون من 41 مليون، الطبيعة الجغرافية يعني تسمح بذلك، والنجاح كان سريع فيها بدليل ان معارك اوديسا في الغرب لم تحسم حتى الان، وخاصه ان السيطره على الشرق تجعل الاستناد لحاجز طبيعي اللي هو نهر دنيبرو، فيبقى الجانب ده وتبقى يعني في نموذج زي قبرص الشماليه التركيه يعني. لكن فكره السيطره على كامل الدوله صعبه الحقيقه، النجاحات كلها في الغلاف الشرقي، يعني حتى ما وصلتش لنهر دنيبرو في معظم المناطق، وخاصة أنها لم تصل لمدينة دنيبرو اللي هي النهر مكتوب باسمها، يعني في الجنوب كذلك في يعني في الغلاف، وبدأت تسحب في اتجاه الشمال. معارك العاصمة لا زالت لم تحسم، وما حدث في خاركيف وسومي من حصار بدون دخول، حصار جزئي أيضا، فأعتقد أن يعني كييف هتكون أصعب من يعني من خاركيف ومن سومي ومن ماريوبول اللي هي يعني عدد سكان أقل ولا زالت محاصرة. يمكن اليوم بدأ دخول بعض الوحدات من شرق ماريوبول. نعم، طيب نلاحظ أنه كل هذه القوات كما كنت يعني تحدثت سابقا تتقدم من الشمال باتجاه كييف، من الشرق باتجاه وسط أوكرانيا، ومن المنطقة الساحلية الجنوبية عفوا باتجاه وسط أوكرانيا. هل هذه القوات لديها تكتيك أن تلتقي في نقطة محددة أم ماذا يعني وفق هذه التحركات؟ بالفعل هي يعني هناك عدم اتصال ما بين حتى يعني سومي وخاركيف، في ما بينهم منطقة اسمها أختريكا لم يعني يتم الوصول لها، فبالتالي سومي مش متصلة مع خاركيف، وخاركيف ما بينها وما بين لوهانسك ازيوم، منطقه ازيوم، والهجمات على المدينتين دول ازيوم واختركا كتيره الحقيقه. المفروض ان دلوقتي نجح اللي هم في دونيسك في ان هم يوصلوا لفولنوفاخا ويبتدوا يتصلوا بزاباروجا الجنوب، لو تعدى ميكولايف يقدر يوصل يفتح بعد كده في اتجاه دنيبرو، فيلتقي مع العناصر اللي بتنزل في اتجاه الجنوب الغربي جايه من خاركيف، ولو نجح لوغانسك ان هو يخرج من يعني يحقق نجاحات دونيسك يبقى يلتقوا في دنيبرو، يعني العناصر دي تلتقي في دنيبرو، ومن دنيبرو هناك طرق مباشره شرق النهر في اتجاه كييف، وتلتحم مع المناطق القادمه من الشمال الشرقي من شيرنيهيف ومن الشرق من سومي ومن خاركيف، فيبقى نقطه التحام في دنيبرو، ويبتدي بقى يعمل اتصال ما بين العناصر اللي قريبه من الحدود في خاركيف وسومي مع نهر دنيبرو بكامل الضفه الشرقيه، فيبقى ناجح ان هو بيتقدم ومسيطر على المحاور. طيب ده لسه لم يتحقق الحق. نعم دكتور سمير، بعد 18 يوما من بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، ما نقاط القوة وما نقاط الضعف عند كل محور شمالا شرقا جنوبا؟ محور الجنوب هو كان الأفضل لسبب، أولا لقربه من روستوف وشبه جزيرة القرم، يعني شبه جزيرة القرم هي لها يعني منافذ سواء يتجه غربا على خرسون او شرقا على ماريوبول او يطلع شمالا على يعني زاباروجا وفولنوفاخا،
نجح الحقيقة، بالإضافة لأن التمهيدات البحرية نجحت، ونجح لحد كبير في بحر أزوف عمليات الإبرار البحري، لم تنجح في اتجاه يعني البحر الأسود في اتجاه أوديسا، فهو أنجح. بالإضافة لأن من التوزيع الديموغرافية أعتقد هناك عناصر كثيرة من يعني في بيئة حاضنة لحد ما، وجود عناصر لها تاريخ في المعارك في دونيسك القريبة من ماريوبول ساعدت القوات المتقدمة من شبه جزيرة القرم إنها تقدر يعني تقريبا يعني الركن الجنوب شرقي أصبح بنسبة كبيرة في تفوق. نعم. مش موجود طيب. الكلام ده في الغرب، مش موجود الكلام ده في باقي العناصر. شيرنهيف فيها مشاكل، خاركيف لا زالت يعني عصية، سومي لا زالت عصية، العاصمة كذلك عصية لا شك. نعم. طيب دكتور سمير، الحد الأقصى اللي استطاعت القوات الروسية فعله هو محاصرة بعض المدن، وبالتالي وفق الأرقام هناك 200,000 جندي روسي فقط دخلوا أوكرانيا. هذا العدد برأيك هل يكفي لإنهاء الغزو الروسي في أوكرانيا وتحقيق الخطط الروسية الموضوعة عسكريا؟ لا يكفي بأي حال من الأحوال، لسبب لو فتح المدن هيدخل في يحتاج قوات أكتر للسيطرة على المدن وحرب الشوارع وقوات لتأمين غلاف المدن وقوات للمحاور. بالإضافة الأهم يعني احنا بنبص ل200,000، ال200,000 دي مش المفروض ان هم ما ناموش لمده 18 يوم، يعني مش ممكن. وقبلها كان في استعداد، يعني هي الفكره القوات ترهق. صحيح. المفروض ان في ناس بتقاتل وفي ناس في منوبه وناس بتستريح وناس يعني مصابين، يعني حاله يعني الاوفرلود او التحميل الزايد دي اولا تؤدي لرعونه، يعني يبقى في ضرب نار بدون يعني اكسسيف يوز اوف باور، يعني مش من القرارات القياده، لا ده من الميدانيين لان هو مرهق. بالاضافه هذا عدا ايضا دكتور سمير عن استهداف يعني وفق ما يقال 20% من المعدات للقوات الروسيه تم استهدافها وتدميرها من قبل ان عبر الكمين قد تقوم به القوات الاوكرانيه او ضربات جويه من قبل الجيش الاوكراني والى ما هنالك. بالنسبة لإحصائيات الجيش الأوكراني، يعني هو يعني العهد على الراوية بيتكلم في تدمير 31 بي تي جي اللي هي كتيبة تكتيكية من 120، يعني تقريبا الربع 25%. لو قلنا حتى 15% مش 25، 10% في 18 أو 17 يوم قتال، نسبة عالية الحقيقة. خطوط الإمداد الطويلة عاملة مشكلة، وأعتقد إن بدت في يعني تعليمات بالاكتفاء الذاتي، يعني إن هو اللي مش معاه اكل يعني ما فيش امدادات يجيب من السوق المحلي، يعني يجيب من السوبر ماركت، يعني سواء كان يعني ان هو يدخل السوبر ماركت ياخد اللي هو عايزه او يتسوق. يعني في ناس مش يعني ده مش دعابه، في ناس شافوا من الاوكرانيين جنود بيتسوقوا يعني في المناطق اللي فيها اللي قدروا يتسوقوا فيها. هل دكتور سامي لمس ضعف اللوجستي لدى القوات الروسيه؟ ده لازم يا فندم. اقول لستك حاجه، لما يبقى في ارتال اداريه هتوصل ل 500 كيلو، مش لو الجيش الثاني في العالم، لو الجيش الاول في العالم، دي صعبه جدا، لان هو ما بيعديش يعني في طريق سياحي، ده بيعدي في اطقم قنص دبابات وفي كماين. ومن نقاط القوه للاوكرانيين ان هم ادخروا المقاومه الى ان يعني توغل الجيش الروسي. كنا احنا مستغربين، يعني حتى انا كنت علق، يعني الارتال ماشيه بدون مقاومه، ادخروها للمناطق اللي يكون يعني حتى العوده صعبه. يعني تشيرنهيف اللي هي النقطه شمال شرق تقريبا 130 كيلو من العاصمه، وهي قريبه يعني على من جوميل في حدود بيلاروسيا، اللي نقطه الدخول كانت من الشمال وكانت من الشرق ايضا، يعني نقطه تجمع قوات. تعبوا الارتال، تعبوا الارتال الاداريه القوات، لدرجه ان في قوات كانت بتعزز عشان تتحرك في اتجاه الغرب في اتجاه العاصمه، رجعت تاني لشيرنهيف ورجعت تاني لسومي عشان تامن خطوط الامداد.
يعني تعقيبا على كلامك أيضا يعني الآليات الروسية اللي تم استخدامها من روسيا لم تكون محمولة عبر حاملات، وإنما أتت يعني بشكلها الطبيعي، يعني يقودها جنود، وهناك مساحات شاسعة من أجل الوصول من روسيا إلى أوكرانيا. صحيح، أحييك فعلا. المفروض الدبابات بتشتغل على تيلر، يعني شاحنة وفيها يعني مكان يتحمل عليه الدبابات، لأن احنا في دبابات هتقطع 700 و800 كيلو، دي مش عربية. يعني الكيلومتراج الدبابة والجنزير نفسه، الكتينة نفسها، يعني لازم يحط يعني أبايب، يعني بتبقى من المطاط ويتم تغييرها. نعم. كل ده من عمر المدرعة، بجانب حاجة سهل جدا المدرعة تجيب موتور، يعني الموتور يعني يفسد أو يعطل أثناء ده. نعم. فده يعني مش ما بيحصلش في المسافات دي، يعني بتدفع دفع تكتيكي، غير كده الدبابات بتبقى متشالة. لكن ما كانش هيقدر يوفر، يعني مثلا هو داخل ب 4000 دبابة. نعم. تقريبا، فصعب ان يبقى عنده مثلا عدد التيلرات دي. فاللوجستيات، لا اللوجستيات فيها تحفظات كتيره. طيب. الحقيقه دكتور سمير، اليوم السؤال وبين مش محتاجه يعني تخصص عميق، يعني نعم، السؤال اليوم اللي يطرح نفسه، لماذا تتجنب موسكو ارسال المزيد من الجنود الروس لجبهات القتال في اوكرانيا؟ وهل الخوف من حالات تمرد ربما في دول سابقه في الاتحاد السوفيتي احد تلك الاسباب؟ دي حاجة. الحاجة الثانية هو اعتماده على القوى الرئيسية، وإن كان رصد بعض المجندين بيحاربوا في أوكرانيا وحصل عليها مشكلة كبيرة، وفي قادة حكمت في الموضوع ده لسبب المجند مش بالكفاءة القتالية زي القوى الأساسية. الجيش الروسي تقريبا في حدود 800 ألف، 850 ألف، فالقوات الموجودة دي تمثل تقريبا ربع القوة. في عملية حشد بتتم وتعبئة حتى من المنطقة الشرقية اللي هي الناحية التانية، مش الناحية الغربية والمركزية. ولكن فكرة الدفع، نعم، الدفع عنده مشكلة، لأن الساعة التكتيكية للمحاور مش مستوعبة الموجود، فهيدفعها منين؟ فلازم تطلع لبيلاروسيا. لو طلعت لبيلاروسيا هتمشي مسافة أكتر، فبقى في حاجة أنت يعني تدخل قوات بيلاروسية اللي هي موجودة على بعد 50 كيلو من، نعم، الحدود، وتبقى تقدر تنزل في الاتجاهين، في اتجاه الغرب او في اتجاه الشرق. طيب. 200 ألف ما تكفيش عمليات مدن، ما تكفيش حصار مدن، ما تكفيش تطوير العمليات او انها تعمل عملية سريعة ونظيفة. طيب دكتور سمير، مؤخرا القوات الروسية تعتمد على الذراع الطويلة لاستهداف الخطوط الأمامية عند تخوم المدن المحاصرة، ما الهدف من هذه الاستراتيجية؟ هي الفكرة دايما هي بتحاول تعمل تمهيد نيراني وعزل للمناطق اللي تبقى مناطق تدخلها المدن. فيبقى لما نتكلم في الأخبار نقول ان هم دخلوا أحياء في كييف مثلا او في خاركيف او وهكذا، ده اللي حصل في ماريوبول في المنطقة الشرقية. لكن ده ضرب مساحي مش ضرب، وانا قلتها قبل كده، عملية الإسناد القريب مش باينة، ان القوات وهي بتحارب بيبقى في قوات جويه بتعملها اسناد تكتيكي بنيران تساعدها في مهمتها، مش موجود لسببين. لسبب منه تنظيم التعاون ما كانش فيه فتره كافيه للتدريب تقريبا. الجزء الثاني خوفا من الستينجر اللي هو صواريخ المضادات الارضيه، انها تسقط الطائرات، لان الاسناد بيحتاج الطياره تنزل على ارتفاعات منخفضه. نعم. عشان تبقى يعني نيرانها مؤثره، غير بنك الاهداف ممكن تضرب من خارج من 100 مثلا، من 80 كيلو مثلا، ومن ارتفاعات عاليه، لانها صواريخ ذكيه ورايحه الهدف. نعم. غير الاسناد محتاج حرفيه، والهليكوبتر مش عارف يستخدمه لان في طيارات وقعت منهم كي 52، ودي الفيديو موجود يعني عليها الرقم وفيريفايد. يعني الكي 52 في البدايه ما دخلتش العمليه، كان بيعتمد على المي 28 والمي 24. نعم. مع تطور العملية ابتدى يدخل طائرات حديثة، أعتقد حتى الطائرات اللي وصلت لأقصى الغرب هي طائرات حديثة مش الطائرات. وتم أيضا استبعاد طائرات الهليكوبتر بشكل كبير. أشكرك، كنت معي من القاهرة الدكتور سمير راغب، الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإحاطة اللي قدمتها لنا.